الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فإن حق الله سبحانه وتعالى هو أعظم الحقوق، فهو عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المنعم سبحانه وتعالى نعما ظاهرة وباطنة، فهو عز وجل أوجد من العدم وأمد ورزق وسخر كل شيء لهذا الإنسان، وهو سبحانه وتعالى أنعم نعما عظيمة لا حد لها ولا عد، فهو سبحانه وتعالى بما أوجد وبما خلق يستحق أعظم الحقوق، فله أعظم الحقوق. وقد جاء ذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الصحيحين، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: أفلا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. ففي هذا الحديث أيها الإخوة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حق الله عز وجل، وهو إفراده بالعبادة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يصرف له العبادة ولا يشرك به عز وجل، فهذا هو الحق الأعظم، عبادته سبحانه وتعالى والخضوع له مع كمال الذل والمحبة له عز وجل. وبهذا يكون حق الله سبحانه وتعالى. والعبادة أيها الإخوة معناها واسع، فتشمل كل ما أمر الله عز وجل به من صلاة ومن صيام ومن حج ومن جميع أعمال البر، كما ذكر أهل العلم في تفسير العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال ومن الأفعال الظاهرة والباطنة، فهي تشمل الدين كله. وهذه العبادة أيها الإخوة لها شرطان لا بد منهما، وهو أن يتعبد المؤمن ربه سبحانه وتعالى على ما شرع، وأن يخلص العبادة له سبحانه وتعالى. وهذا مأخوذ من قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح أيها الإخوة هو الصواب، وهو ما شرعه الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن يكون مخلصا عمله لله عز وجل. فإذا اجتمع هذين الشرطين تمت العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويثيب عليها. وهذه العبادة أيها الإخوة لا بد أن يكون فيها محبة الله سبحانه وتعالى، فالمؤمن يتعبد الله ويصلي له ويذكره ويشكره حبا له سبحانه وتعالى على ما أعطى وعلى ما أنعم وعلى ما أوجد عز وجل، وأيضا خوفا منه وخوفا من عقابه عز وجل الذي يصيب من ترك وأعرض عن هذه العبادة. وأيضا الركن الثالث لهذه العبادة حتى تكون كاملة هو الرجاء، وهو أن يرجو ثواب الله عز وجل لهذه العبادة، وأن يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى ويحتسب الثواب والأجر منه سبحانه وتعالى. وبهذا تكون العبادة كاملة مقبولة عنده عز وجل.
والعبادة أيها الإخوة أنواع كثيرة، منها ما هو يكون بالبدن وما يكون بالمال وما يكون بالقلب وما يكون مجتمعا فيه أكثر هذه الأمور. فمثلا الصلاة يكون فيها العبادة، تكون بالبدن وبالقلب، يركع ويسجد بجوارحه ويذكر الله بلسانه وتوجه إلى الله بقلبه، فيجتمع فيها العبادة القلبية والبدنية. وهناك من العبادات ما يكون بالمال أيضا كالحج وكالزكاة، ومنها ما يكون بدنيا ومنها ما يكون قلبيا كالخوف من الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله ومحبته ورجائه، كل هذه عبادات يثيب الله سبحانه وتعالى عليها ويحبها من عباده المؤمنين. وهناك من العبادات الظاهرة التي يراها الناس، وهناك من العبادات التي تكون بين العبد وربه. فمن فضل الله ونعمته أن نوع على الناس أنواع العبادات العظيمة التي تناسب أحوالهم وتناسب أزمانهم وأوقاتهم ويعني كسلهم وإقبالهم. فالعبادات أيها الإخوة ليست بابا واحدا، وإنما المؤمن يأخذ مما يسر الله له، مما شرع سبحانه وتعالى من أذكار في الصباح وفي المساء، ومن قيام الليل، ومن يعني صلوات يركعها المؤمن ويصليها في يومه وليلته، صلوات مفروضة كالصلوات الخمس أو الرواتب التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها. وهناك أيضا الصيام، يصوم المؤمن في يعني ما أوجب الله من صيام رمضان وما شرع له أيضا من صيام يوم الخميس ويوم الاثنين أو صيام يوم وإفطار يوم. فكل هذه العبادات أيها الإخوة يعني إذا اجتمعت وإذا فعلها المؤمن بإخلاص وبيقين امتلأ قلبه بالإيمان والخضوع لله سبحانه وتعالى والإقبال عليه، ويعني انبنى في قلبه الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى، فهذه العبادات أيها الإخوة تملأ القلب إيمانا وخضوعا له سبحانه وتعالى وإخباتا وإقبالا. فالله عز وجل شرعها ورغب فيها وجعلها على اليوم والليلة، وجعلها في الأيام وفي الأشهر، وفي يعني بعضها مربوط بمناسبات معينة وبعضها في كل يوم وليلة. فكل هذا يعني التنوع فيه رحمة وفيه يعني تشجيع للنفس وذهاب يعني من عن الملل. فكل هذه يعني ما شرعه الله سبحانه وتعالى فيه خير وفيه الرحمة، والمؤمن يأخذ ما يسر الله له وما فتح الله عليه من أنواع هذه العبادات المختلفة المتنوعة، والتي كلها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكلها تجمع القلب على الله وتجعل المؤمن في أعلى درجات الإيمان والتقوى والخوف منه سبحانه وتعالى وإجلاله ومحبته ورجائه. فبهذه العبادات العظيمة يكون الخير وتكون السعادة لهذا المؤمن الذي أقبل على الله وأخبت إليه، ويكون فيها السعادة والخير، ويكون فيها اليقين والإقبال عليه سبحانه وتعالى والرضا بما يقضي سبحانه وتعالى ويقدر. فكل هذه العبادات أيها الإخوة على المؤمن أن يضرب له بنصيب منها، فما استطاع لذلك سبيلا، سواء كان ذلك من قيام الليل أو كان من الصيام أو من الذكر أو من الصدقة أو من الأمور الكثيرة، يعني العبادات ولله الحمد يعني لو نظر الإنسان فيها وتفكر فيما جاء في كتابه عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يعني
عرف فضل هذه العبادات وأثرها على نفسه وعلى تزكية نفسه، فيحمد الله المؤمن ويغتبط بهذا الدين القويم وبهذه الحكمة العظيمة في هذه العبادات المتنوعة التي شرعها الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.